اهلا بكم مع مهند. اليوم احنا هنكلمكم عن اصدار جديد من شيفروليه من بن حموده للسيارات في ابو ظبي والعين. اصدارنا اليوم اسمه سراب، زي ما انتم شايفين السيلفرادو 2021 فئه السراب. يلا نشوفها من قدام. اصدار السراب اليوم عندنا هي الشبك الامامي بيكون من نفس لون جسم السياره، الهوكات بتكون حمر، في عليها رنجات 22 زي ما احنا شايفين ما شاء الله، في عليها طبعا شعار الزي 71، شعار السراب، دواسة متحركة تفتح وتقفل مع الباب، وليها زر للتحكم، في تذكيرة للحوض، شعارات السهراب، دول اكزوست، شكلها ما شاء الله جميل. نشوف من الداخل. احنا شايفين الجلد ما شاء الله، حتى الدواسات شعار سراب على مسند الرأس.